ورجعنا أعزائي المشاهدين من الفاصل. محمد موتاتيك، نرجع لحوارنا. شو معناها موتاتيك؟ موتاتيك موتاتيك هو قصة وتصادفت لشيء أحلى من القصة. مثل كيف؟ موتاتيك مر أبوي في شارعنا جايب سيارة، أول سيارة تخش للبلاد من نوع في منطقتي هنا في غات من نوع أوتوماتيك. فأنا طلعت لأولاد الشارع فرحان، بوي جايب سيارة موتاتيك، نطقت الكلمة غلط هي. فهم لقبوني موتاتيك. فبعد فترة بعد استمر اللقب تصادفت أن الموتاتيك طلعت باليونانية نظرة المستقبل، فحبيت اللقب. أنا هو يحسبوه لقب عائلتي لكن مش لقب عائلتي، لقب الشخصي. هذا الاسم غريب نوعا ما، حقق لك نوع من الشهرة. يعني ما يعرفوش محمد يعرفوا موتاتيك، يعرفوا موتاتيك ما يعرفوش محمد. حتى اسمي بالكامل ما يعرفوش، يعني يحسبوني اسمي محمد موتاتيك، اسم بو يعني يحسبوه بو اصلا موتاتيك. ليش اخترت الراقي بالذات؟ شوف فيه هو اسهل لقلبك او لانك تحبه؟ مع العلم ان احنا عندنا هلبة فئات نقدروا يقدر الفنان يتغنى بها، اذا كان الشعبي الطربي الكلاسيك. ليش الراقي بالذات؟ اكيد في بلادنا في امكانيات وصوات قويه تغني في اي شيء. انا جيت في مجتمع يحب الراقي، يعني يحب في الراقي لدرجه انت ما تتوقعيهاش. فانا من وقت كنت صغير نسمع في الراقي، فحبيت اني نكون انا فنان راقي، ولقيت ان امكانياتي مرات تتماشى مع الراقي. فما حبيتش وما جربتش اني نغير لوني اصلا. ممكن تغني لون تاني؟ لا هي ما نعرفش، ما جربتش، ما جربتش اني نغني لون تاني. شن تسمع غير الراقي؟ نسمع في الطرب، نسمع في الشعب. لمن تسمع؟ ونسمع في الراب. طرب نسمع لعبد الحليم حافظ، أم كلثوم، وردة الجزائرية، وديع الصافي، فنانين، مروان خوري. الله عليك. نسمع سميع يعني. إيه نسمع أكيد. طيب لون غنائي مستحيل تغني؟ أنا طرب. ليش؟ طربي لأنه صعب نحس فيه، يعني صعب. حتى الناس اللي يغنوا فيه وقت نسمعهم يغنوا فيه نوقف لهم ونحييهم. يعني الراقي غرام بالنسبة لي موتاتيك، كيف بدت الحكاية هذه؟ الراقي احنا عشنا في مجتمع، يعني انك تكون مشهور ولا فنان يعرفوا الناس صعب. نسكن في مدينة تبعد على طرابلس 1450 كيلو، وعندك العلم أقرب مكان ليا الجزائر أكثر من المجاورة لينا. إيه في غات، الجزائر أقرب مني. فحبيت إني نكون معروف للناس لكن ما قدرتش، ما وصلتش للهدف. لقيت أسهل طريقة الراقي. إيه لقيت أسهل طريقة الراقي. يعني كنت أنا ممثل قبل في المدرسة، وكنت ممثل قبل ما نكون فنان يعني، وكنت نغني في أغاني مدرسية، وتم اكتشافي من الأستاذ بكر صالح. يعني كل ما يلقاني نغني لازم نرقص، أنا متعود إنه وقت نغني لازم نرقص. تشوف في نفسك فنان من الطراز الأول من الصف الأول في الراقي ولا راقص بالدرجة الأولى؟ أنا مش في الدرجة الأولى في الراقي ولا راقص، لكن مش عارف، مش أنا نقيم روحي في المواضيع هذه، لكن نرقص ونغني مكملين لبعض يعني. مكملين لبعضنا، ممكن في كلمات تفوت مني وأني نرقص، ممكن في رقيص يفوت مني وأني نغني. لقيت تشجيع من عائلتك على الفن؟ أكيد أبوي وقف معي وعائلتي وقف معي لدرجة أن مثلا بعد نجي نكون ماشي مسافر لأي مكان ولا حاجة باش ننمي روحي، كنا نبيعوا حاجات باش نوصلوا للشيء اللي نبوه. يعني أكيد كل فنان ناجح عنده
ناس تحب تحتمه وتحب تعرق له أكيد في طريقة للنجاح. من يعرق الموتاتيك؟ من اللي يسبب له أحباط في حياته المهنية يعني أو الفنية؟ أكيد في ناس واجدة، يعني في ناس حتى ما تعرفكش أنت مني وتعرفك بالاسم أنك تغني، يبدو زي يكونوا حاجة يعني ما يحبولكش الخير بك، ما يعرفوكش. ففي تعرضنا لمشاكل واجدة احنا. زي شنو؟ شن هي المشاكل اللي تعرضت لها؟ في البداية، في بدايتنا حتى ما يخلوناش نغنوا في إمكان، يعني بعد بتجيل بتقدم روحك بتغني يقولوا لك انت نحطوك في الأخير ما تغنيش لأنك مش معروف. من اللي يقول لك؟ من اللي يقولوا لك؟ من هم اللي يقولوا؟ ممكن من أصحاب الحفلات، فنانين أو في فنانين مسؤولين على الحفل. أصحاب الحفلات حتى في بلادنا. مني من الفنانين؟ مقدرش نقولك. سبب خوف أو مش حابب توجع؟ في الفترة هذيك ما كنتش يعني عندي حاجات معروفة، وما كنتش أنا معروف مثلاً إلا بعد طلعت الأغنية. فبعد تجي يكون في مثلاً فنان معروف في الريجي ولا أكتر منك شهرة ما يخلوكش تغني قبله يعني. مين اللي ما يخليكش؟ أصحاب الحفلات وبعض الفنانين اللي نتخالط معاهم يعني. اللي تتخالط معاهم؟ إيه يعني في تعرفهم؟ في مش نعرفهم. يعرفوك تغني؟ إيه أول حاجة حتى في منطقتي مثلاً في فنانين أقدم مني ما يعطوكش تغني مثلا. السبب قلة الثقة في موتاتيك إنه هو ممكن يقولوا فنان ما يعرفش يغني، أو خايفين منك تكون أقوى منهم؟ هو من السببين، من الاثنين طبعا. فيه يقول لك إنه مرات هو يغني وجديد وصغير أكيد بيحبوا الناس أكثر مني، هم على هيك واخدين الفكرة، وإنه مرات ما يأديش صح أصلا ما يغنيش يحشمنا، فشني يديروا يحطوني في الأخير، يعني حتى لو غنيت ما فيش جمهور. بعد يمشي الجمهور يقولوا مثلا مع الأغنية الختامية مع الفنان. إحساسك في هذيك اللحظة شن هو؟ تكون راضي على نفسك إنك أنت غنيت حتى ولو المكان فاضي، ولا توجعك نفسك إنك أنت تعرف تغني وتقول صح وما فيش من يسمعك؟ أكيد توجعني، لأن أنا جاي عندي نية إني نغني ونكون زيهم، مفروض يعطونا فرصة باش نكونوا. أكيد ما فيش حد دايم، دوام الحال من المحال، يعني ما يفكرش إن الشخص هو ننميه باش حتى وقت بيطلع للناس. وزي الفرصة اللي جتني إن نقدمهم للناس إن فلان وفلان وقفوا معاي، لكن هم حتى بعد بيقدموك الأغنية الختامية مع الفنان كذا وكذا وكذا، أول ما يسمعوا الناس الختامية بطبيعة الحال بينوضوا. الفنان الشاب ما يلقاش في دعم، أو يلقى حتى الفنانين اللي قبله حتى لو سابقينه بخطوة يحاولوا يحطموه. موتاتيك تعرضت لهلبة ظلم، لهلبة تحطيم حتى من أسماء كبيرة في الفن، وحتى من ناس كنت حسابها أصحابك أو كنت حساب أن هم حيساعدوك. اليوم شن تقول لهم؟ أنا نحب نوصل لهم رسالة للناس هذه، إن هم لو فنانين كيف ما يقولوا، الفن إحساس وذوق وأخلاق. أكيد أي فنان لازم يكون عنده إحساس ويحس بالشخص الثاني، لأن مهنة الموسيقى أو إنك تكون فنان مش سهلة، أكيد بتمر بمواقف بتكون صعبة باش توصل للشيء اللي تبيه. يعني نبي نوصل لهم رسالة في سطر، إن أي حد يبي ينجح ويكون يعني ناجح حتى عند ربي وتكون خدمته صافية لازم يصفي نيته مع الغير فقط. هذه اللي نبي نقولها. صفي نيتك محمد. علي حسب ما نعرف، علي روحي أنا نيتي قدام الناس الثانية صافي. على حسب ما تعرف. علي حسب نيتي أنا اللي نعرفها، أنا تقييمي لنفسي يعني. بصراحة أنت فنان كامل والكمال لله، يعني شامل، راقص من الدرجة الأولى، مطرب ريجي من الدرجة الأولى. تحياتي لك أنك أنت قدرت تبدأ من الصفر بروحك وأصريت أنك تنجح. اليوم موتاتيك حقق جزء من حلمه،
راضي على نفسك ولا لا؟ مش راضي على نفسي مازال. سبب؟ السبب لأن ما قدمت الشيء اللي يخليني نكون راضي على نفسي. أنا ما وصلتش للشيء اللي نبيه. بس أنت قاعد في بداية تحقيق الحلم، أنت اجتزت تقريبا نص الطريق وحلمك قدام عيونك، ليش مش راضي على نفسك؟ ولا حلمك أكبر من أنك تشوفه مازال؟ حلمي نشبح فيني أكبر من الشيء اللي وصلت له توا. حتى الشيء اللي وصلت له أنا ما نشبحش في روحي إن أنا وصلت لمرحلة إنه ينقال علي مغني كبير ولا فنان كبير. سقف طموحاتك عالي. نحلم بالشيء، نحلم بفني يوصل مش لليبيا بس ولا للدول المجاورة لها، نحلم إنه يوصل فني لدول تانية كبيرة. محمد شخصية حلوة، فنان مبدع، دائم العطاء مع صغر سنك، ما توجعكش انك انت تدعم في فنانين غيرك ومش لاقي الدعم لنفسك؟ ولا توجعك نفسك؟ والله توجعني، يعني انا لان اي شيء اي حد بنقدم له الدعم بنقدم له الدعم بحسن نيه، لان انا مجرب ان الفنان لازم يكون انه عنده دعم يعني. فانا بعد نجي ندعم شخص حتى بالكلمة الطيبة ندعم ابنية، لأني حاس بالشيء اللي قاعد فيه هو، لأنني حاس به حتى أنا ما حصلتش يعني. الحمد لله يعني. مازال حكايتنا مطولة معاك، ومازال رح نسمعوك محمد متاتيك، نورتنا اليوم. الله ينور. ومازلنا لينا عودة تانية، بس نطلعوا أعزائي المشاهدين فاصل، وحكايتنا مازال في بدايتها، ما تمشوش بعيد. We'll be right back.